اللعبة هو الآخر بقميص بيروجا. اتلعبت الكرة على الأرض مرة ثانية من جديد، هنا الضغط، هنا ممكن يشوت، هنا ممكن يشوت، هنا المحاولة، كمادا، كمادا، كمادا يخطف الأول في وقت الحديث عن اليابانيين. الياباني يسجل الأول للاتسيو، دايتشي كمادا يخطف أول هدف للاتسيو ويسجل الهدف الأول لمصلحة اللاتسيو. واحد لاتسيو لا شيء. الانتر هنا في وسط فرحة من قلة من اللاتسياليز المتواجدين في أرضية الملعب. 1-0. شوف الانطلاقة من نيكولو روفيلا إلى كرة إلى دايتشي كمادا، إلا أسكن صاروخ على يمين يان سومر، أول أهداف لاتسيو في المباراة. 1-0 كده. الاحتفالية يعني مش هقول تتعكر، لكن الاحتفالية سينقصها الكثير إذا لم يفز الإنتر في مباراة اليوم. وشوف هنا ملعب اللي ممتلئ عن بكرة أبيه بالألوان السوداء والزرقاء، الأزرق والأسود، وكرة عالية يا ولد. دينزل دومفريز يسجل هدف التعادل لتكتمل ليلة القمر يا إنتر، لتكتمل ليلة القمر يا إنتر. دومفريز اللي كان اقتنص الفاول، وهنا التسديدة من أليكسيس بعرضية والارتقاء في العالي، وهنا فرحة على وجه الأسطورة زانيتي، فرحة على وجه الأسطورة زانيتي. دينزل دومفريز اللي ارتقى في العالي وبراسه اقتنصها، هدف التعادل في المباراة. الإنتر يريدها ليلة كاملة، الإنتر يريدها فرحة مكتملة الأركان. شوف الجماهير اللي ورا المرمى، شوف الفرحة اللي موجودة، وشوف هنا الابتسامة الموجودة، الابتسامة اللي موجودة، وهنا أمامنا الفرحة للجماهير المتواجدة في أرضية